لفت نظري في الشاشه دلوقتي ما شاء الله، مجرد اسم النادي الاهلي بس اتذكر في الغردقه او افتتاح اكاديميه النادي الاهلي شفنا اعداد كبيره جدا، وهو ده دور النادي الاهلي ودور الرياضه. النادي الاهلي النهارده وجوده في كل المحافظات ده شيء مهم جدا، وجماهيريه النادي الاهلي الكبيره. نروح نشوف ايضا تقرير من افتتاح اكاديميه النادي الاهلي مع المدربين واللاعبين، وبعدها نروح لفاصل مع الناقد الكبير الاستاذ علاء عزت، ولكن بعد الفاصل. أكاديمية النادي الأهلي طبعا نادي كبير الأول في أفريقيا والوطن العربي، طبعا بنبقى عايزين نبقى غير أي قطاع، دايما الناس المميزة بس الناس السوبر هي اللي توصل للقطاع. بنحاول بقدر الإمكان نعلم المهارات الأساسية لكل الأولاد، والمميز إن شاء الله بإذن الله ربنا يكرمه يوصل للقطاع والنادي الأهلي. كل دلوقتي تحس إن احنا بنغير الدم زي ما بيقولوا، يعني بنحاول نشوف براعم، بنحاول نشوف مواهب أكتر، كل ده يصب في مصلحة النادي طبعا. ما عادش الموضوع يعني زي زمان كده متوقف على اللي في النادي بس، دلوقتي بقى كل واحد له فرصة وكل واحد له زي ما بيقولوا يعني ايه، الفرصة كبرت شوية فاهم، بقت وصلت بعد كانت 50 دلوقتي وصلت 80 100% كمان بسبب الفروع كتير للنادي الأهلي في جمهورية مصر العربية كلها يعني. طبعا حاجة كبيرة ومسؤولية كبيرة طبعا، دي حاجة ربنا يعني أمانة، اللعيبة الصغيرين دول كلهم أمانة، لازم نشتغل ونتكن في العمل ونحاول نطلع لعيبة كتير. في هنا في الغردقة لعيبة كويسة جدا، بنحاول نطلع مجموعة كويسة اللاعبين هنا بإذن الله نشوفهم في القطاع، لاعبين كبيرة بإذن الله نشوفهم في نادي الأهلي في الفريق الأول، ونشوف ناس منهم بإذن الله كمان في منتخب مصر. تنبأ لناس هنا كتير جدا يلعبوا في نادي الاهلي ويشرفونا باذن الله والمنتخب يعني باذن الله ان شاء الله. طبعا الكابتن محمد جوده لما تم اختيار المدربين اختارهم طبعا بعنايه، كان اهداف واضحه، حطينا برنامج تدريبي على اعلى مستوى، الهدف منه الوصول باللاعبين الاكاديميه للقطاع. طبعا شغالين بسيستم معين تحت قياده الكابتن محمد جوده، كل مدرب مننا ليه اهداف معينه بيحققها عشان بيبقى في تقارير شهريه توصل للكابتن، ومن خلالها بيبدا يختار اللاعبين العناصر المميزه اللي بتبدا تنضم للقطاع او بيبقى ليها رؤيه في قطاع النادي الاهلي. كابتن جوده وكابتن شطه يعني بلغونا ان احنا على قد ما نقدر نوصل الرساله بتاعتنا للعيبه، نقدر نخدم بها نادينا، نقدر يخدموا نفسهم، يخدموا منتخب بلدهم، يعني رساله لازم توصل لهم بالمعنى الحرفي اللي هو ايه، مثلا اكون قد المسؤوليه. فانا لو انا كمدرب لازم اكون قد المسؤوليه عشان اقدر اوصل للعيب بتاعي الصغير او الكبير كل حاجه انا اقدر افيده بيها. بعد كده هو هينزل ملعبه طبعا واخد رسالته من الكابتن بتاعه، واخد كلامه، واخد الرولز اللي هيمشي عليها، هيقدر ينفذ الملعب. غير كده معالجه الاخطاء دي من اهم حاجه، ان انا مثلا مش انا كمدرب واقف في الملعب بشوف لعيب مثلا بيعمل حاجه وانا واقف بتفرج وخلاص، لا انا جاي ادي رساله لازم اديها صح على اكمل وجه. احنا في اعظم نادي في افريقيا، فلازم نكون على قد المسؤوليه، لان احنا هنا بنطلع لعيبه كويسه لمنتخب مصر وقطاع الناشئين، وطبعا يفيدوا النادي الاهلي ويفيدوا الكره المصريه. طبعا انا بتشرف ان انا موجود في اعظم نادي في الكون، والنادي الاهلي مسؤوليه كبيره قوي، واحنا ان شاء الله قد المسؤوليه وان شاء الله هنطلع اجيال جديده ان شاء الله. انا مبسوط موجود ان انا هنا موجود في اكاديميه النادي الاهلي بالغردقه، والكابتن جوده والكابتن شطه اتكلموا معانا في البدايه ان احنا نطور اللاعب لمستوى افضل، نعلمه المهارات الاساسيه في كره القدم، يمشي بالكوره، نعلمه المهارات الاساسيه جري بالكوره، وقف على الكوره، ونحفزه بحيث انه يحب التمرين وكل تمرين يجي، نحفزه بحيث انه يحب التمرين كل تمرين يجي ما يغيبش وكده يعني، بس ونطور المستوى افضل، وبامر الله ان شاء الله في لعبه كويسه تروح القطاع ان شاء الله باذن الله. بتشرف ان انا مدرب في اكاديميه النادي الاهلي. والله ابرز التعليمات اللي كابتن شطه وكابتن جوده هنا ان احنا بنحرص على ان احنا نطور الولد ليطلع في القطاع الناشئين ونبرزه في الدرجه الاولى، وزي ما احنا شايفين هو ما شاء الله الدرجه الاولى دلوقتي طلع فيها لعيبه من القطاع للدرجه الاولى، ده نتاج الاكاديميات والقطاع يعني. الانتماء لكيان النادي الاهلي ده حاجه كبيره جدا، ومجرد ان احنا يعني خدنا ان احنا نكون موجودين هنا ده حاجه مش سهله ومش هينه، والشغل هنا بدانا فيه يعتبر من الصفر مع الاولاد يعني بالظبط
بنبدا اساسيات مع الاولاد كلهم، بنبدا نشتغل على السنس على المهارات الاساسيه، بعد كده بنبدا نفصل الاولاد مراحل A و B و C، عشان المراحل اللي هي الA اللي هي الاولاد المتفوقين او الكويسين معنا صح، يبداوا نديهم تمارين اقوى وتمارين افضل فيها تطوير لامكانياتهم. لا، هو اولا حاجه ان احنا نرفع المستوى اللاعبين هنا والاستعداد التام لكل اللعيبه بالمعدات بتاعتنا، وان احنا نرتقي باسم النادي الاهلي فوق، ما يبقاش في اي تقصير معانا. احنا عايزين نخرج اقوى امكانيه للاعب، يعني بحيث ان يبقى فعلا عاملين اسم فعلا النادي الاهلي هنا. قول لي انت بتحب مين من لعيبه النادي الاهلي ونفسك تكون زي مين؟ انا بحب من الاهلي قفشه والشناوي، ونفسي اطلع شبه محمد صلاح. انا بحبك يا شناوي. زياد طارق. يعني قول لي بقى بتحبي مين من لعيبه النادي الاهلي ونفسك تكون زي مين؟ بحب قفشه والشناوي، ونفسي ابقى فينيسيوس جونيور زي فينيسيوس جونيور. بحلم ان انا اكون اكبر خط وسط في النادي الاهلي، يعني ان شاء الله زي كابتن عبد القادر. لا، احب احلي.